لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا أنه يكون معنا من مكتب غازي عنتاب دكتور محمد سالم مدير برنامج اللقاح في وحدة تنسيق الدعم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولكل السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم. دكتور نحكي أكثر عن موضوع الحملة، وهل كان في صعوبات بتنظيمها أو حتى تمشيط المنطقة؟ بالشهر شباط ببداية هاي السنة ازدادت عدد حالات الحصبة بشكل كتير كبير، خاصة بمنطقة الباب، ومنها بلش ينتشر لمنطقة عزاز، وانتقل منها للأسف لمخيمات حارم، خاصة بمخيمات أطمة وبعض مخيمات سرقين. وصلت أعداد الإصابة المسجلة وفق برنامج الإنذار المبكر والاستجابة لأكثر من 5000 حالة حصبة. هذا الشيء استدعى أنه نحن نناشد منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بإنجاز حملة مستعجلة لحماية الأطفال ضمن هذه المناطق، فوافقونا على حملتين. الحملة الأولى رح تشمل منطقة جرابلس وعزاز والباب وعفرين ومخيمات حارم مع حارم بشهر الحالي، وتم بدءها ب 19 أيلول، رح تستمر لنهاية 29 أيلول لمدة 10 أيام عمل. بتستهدف الأطفال من 6 شهور لحد عمر 7 سنوات، اللي هي معظم إصابات الأطفال كانت بهي الفترة الزمنية. والحملة الثانية رح تكون بشهر 12 بسنة 2022، رح تشمل كل المناطق المحررة، كمان رح تستهدف الأطفال من عمر 6 شهور للسبع سنوات. اللقاح المستخدم هو لقاح ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، هدول المرضين الفيروسيات اللي بينتشروا بسرعة كتير كبيرة بالمجتمع وبيعملوا عدوى خاصة عند الأطفال غير الملقحين. طيب دكتور محمد، حكيت عن الحملة، إذا بتحكي لنا على الانتشار المفاجئ للحصبة والفرق بين الحصبة والحصبة الألمانية. الانتشار بدي من شهر شباط وبلش ينتقل بسرعة أكبر بشريحة الأطفال غير الملقحين. في أطفال بيجوا على المناطق المحررة جديد، في أطفال ما بيعرفوا بأماكن تقديم الخدمة وين، في أطفال أهالي مهملين لمتابعة تلقيح أطفالهم، وهذا الشيء أدى لانتشار المرض بشكل كتير كبير. اللقاح الحصبة والحصبة الألمانية هو لقاح آمن وفعال ويقدم مجانا بكل النقاط التي بتخدمها فريق لقاح سوريا. لازم ياخذوا الطفل بشكل جرعة بعمر السنة والسنة ونص، بفاصل 6 شهور بين الجرعتين. الجرعة الثانية كتير ضرورية لرفع وتعزيز المناعة عند الطفل. الحصبة هو مرض بيبدأ عند الأطفال بالعادة وممكن يصيب الكبار، بيكون خطير، بيبدأ بطفح حطاطي بقعي منتشر، بيبدأ من الوجه وبينتشر للجزع، بيكون شديد، بيترافق مع تعب وعياء عند الطفل، وممكن لا سمح الله يكون له اختلاطات خطيرة ومميتة مثل لا سمح الله التهاب السحايا والدماغ الفيروسي، أو ممكن نخسر الطفل بأسباب أخرى مثل التهاب الرئتين أو القصبات اللي بصير الفيروسي. نعم. الحصبة الألمانية هي مرض أخف من الحصبة، بيجي أيضا طفح لكن الحرارة بتكون أقل، الطفح بيكون مميز مختلف عن طفح الحصبة. خطورته إذا صاب المرأة الحامل رح يؤدي أنه تشوهات متعددة عند الطفل، وبيولد الطفل ضمن متلازمة اسمها متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، اللي الطفل بيكون عنده صمم، بيكون عنده تشوه بشكل الرأس، وبيكون معدي بشدة بالحصبة، وبالتالي رح تنتشر الحصبة الألمانية أكثر. فاللقاح هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من هدول المرضين الخطيرين. كنت بدي أسألك على موضوع الوقاية، يعني بعيدا عن موضوع اللقاح، هل هناك أساليب لنقول لفئات معينة من الأطفال أو حتى بأماكن معينة يمكن ما حصلوا على موضوع اللقاح، ولا اللقاح هو فقط الوسيلة؟ الحصبة هو مرض شديد العدوى، يعني هو أكثر مرض فيروسي معدي، يعني لما بتدخل الحصبة على غرفة وفيها 16 طفل رح ينصابوا الكل، وهدول ال 16 كل واحد منهم رح يعدي 16، فانتشاره كتير سريع وانتشاره كتير كبير، واختلاطاته لا سمح الله قد تكون مميتة. السبيل الوحيد للوقاية منه هو اللقاح صراحة، بأخذ جرعتين من اللقاح بيعطي مناعة فوق 99% بإذن الله، بشرط الالتزام بالفئة العمرية. لذلك أنا بشجع كل الأهالي بشمال غرب سوريا وبكل محرر بكل سوريا حتى يراجعوا أقرب نقطة لقاح، نقاط اللقاح منتشرة بكل الخريطة السورية، لا يأخذوا اللقاح بعمر السنة وبعمر السنة ونصف، ويتأكدوا من حصول ابنهم على الجرعات الداعمة ضمن حملات اللقاح.